من مزامير أبينا داود النبي: اطلبوا الله فتحيا أنفسكم، لأن الرب قد استجاب للبائسين. أسبحوا اسم الله بالتمجيد وأرفعه بالتسبيح، هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل، والمجد لله دائماً.